حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، احذر عقاب الله وارجو ثوابه حتى تكون كمن له قلبان. شيخ أنا بسألك شيخ سؤال. نعم. أنا واحد يسأل أنت عمر قال ما حكم أنك تشاهد مسلسل تركي؟ والله أني ما أعرف، بس يقول يسأل قال أن ما تتبساطك 40 يوم، ما أدري هو صحيح ولا لا. نعم. طيب سؤال آخر. لا بس السؤال هذا لأنت يا شيخ. شكرا لك يا عبد الله، بارك الله فيك. يسأل بارك الله فيكم، يقول يعني ما يعني إنه ما حكم مشاهدة بعض الأفلام خاصة من بعض الدول، ويسأل يقول أن أحدهم قال إذا شاهدتها فإن صلاتك لا تقبل 40 يوما. المسلسلات التي فيها منكرات أو فيها بدع أو فيها أعظم من ذلك وهو الشرك بالله عز وجل، هذه لا ينظر المسلم فيها، لا ينظر المسلم فيها، لأنه قد يبتلى وقد يزينها له الشيطان فيستحسنها، فلا ينظر في هذه المسلسلات الهابطة، لأنها إما أن تكون مفسدة للعقيدة وإما أن تكون مفسدة للأخلاق، يتجنبها ولا ينظر ولا يسمع إلا فيما فيه اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أجر وثواب عند الله عز وجل. نعم. وقول عدم قبول الصلاة 40 يوما يدخل في ذلك؟ هذا التحديد هذا لا دليل عليه. نعم. لكن إذا نظر فيها فإنه إما أن يبطل أجره وإما أن ينقص. نعم.